الواقع لولا أن الله قذف في قلب الزائر حب الحسين لما تجشم عناء السفر، سواء مشيا على الأقدام أو ركوبا للطائرات أو بأي طريقة أخرى. قلب تعلق، الكلام أنه هذا التعلق نزيده، لأن كل شيء له درجات. الإيمان درجات، الكرم درجات، العلم درجات، الشجاعة درجات. يجب أن نتطلع نحن إلى أعلى الدرجات. في بعض الأدعية نحن نطلب من الله أعلى الدرجة، حتى في دخولنا على الأئمة كأفضل ما أذنت، أن تأذن لي في الدخول كأفضل ما أذنت لأحد من أوليائك. قلوبنا متعلقة بالحسين، بس الكلام أنه هذا التعلق لا يكون فقط تعلق بشخصه، إنما تعلق بمبادئه، تعلق بقيمه. هذا لازم إحنا نزيده بمرور الزمن من خلال تصور ما كان عليه الإمام الحسين.